قابلتي وفضلت مستنيكي تعبريني ولا سالتي في امي؟ ونعم ما كان معايا رصيد. طب قولي لي السناره غمزت ولا لسه؟ طب قال لك ايه؟ طب انت قلتي له ايه؟ طب هو كان كلامه حلو وسيح ونايح كده؟ ايوه يا بنت انتي، انتي عايزه ايه؟ مفيش، بشوفك كنتي مبسوطه معاه ولا لا، بس هو باين عليكي مبسوطه ونخشش في دماغك، يبقى هتقابليه تاني. طب قولي لي كانت خروجه قرديحي كده ولا جاب لك هديه؟ اها جاب لك هديه. قولي بقى بطلي رخامه. اسكتي يا بنت انتي، مش عارف احكي لك حاجه دلوقتي ما دام تسمعني. طب كلمك تاني؟ ما تقولي يا رخمه. جيتي بقى بعت لي رساله، وحشتيني قوي. ايوه انا دخت خلاص، شنكلتي الموز يا بنت اللذينه. ايه براحتك. خال صباح الخير يا دكتور. اهلا اهلا اهلا. ما بنامش طول الليل يا دكتور. سلامتك يا كحه. يا اخويا كحه مش مخليني اعرف انام ولا دقيقه، وصداع في دماغي شوكيش على طول. هنقيس الضغط دلوقتي. هات الضغط. الضغط ما بينزلش يا دكتور زي ما قلت لك. لا هنقيس الضغط ونطمن حالا. ربنا يكفيك شر المرض يا اخويا. بسرعه. وبعدين يا حاجة 160 على 110 الضغط عالي شوية. شفت؟ معلش عايزك تستريحي كده وتهدي بالك وتهدي أعصابك عشان ده اللي بينزل الضغط. سامعة يا أمينة؟ انبسطي كده وفرفشي. هفرفش؟ جهزي الحاجة يلا يلا. هفرفش قوي، هنبسط قوي. الفرح الظاهر ما بيحبناش. لا وولادي كمان. محدش فيهم يا أخويا مريحني. يا ستي هو ماله؟ ما توجعيش دماغه بقى. دكتور ده حبيبنا مالكش أنت فيه. لازم اقول له على كل حاجه. حسن ابني وناديه بنتي، محدش فيهم يا دكتور مريحني ابدا. اذا كان على المرض وهدد الحيل خلاص، انا اتعودت على كده طول عمري. انا وابوهم بنتعكز على بعض. وناديه بنتي يا دكتور، بنتي كل ما قلبها ينجح انا قلبي بيتقطع عليها. نفسي افرح بيها. يقولوا لي هتتعب لما تتجوز. أنا عارفة إنها هتتعب، بس مش مشكلة. افرح لها يومين وتمشي بقية حياتها بتتعكس. أنا راضية وربنا كبير. ولا حسن أبوه نفسه ومنى عينه، وشوفه بيشتغل شغلانة حلوة زي البهوات اللي بيشوفها. كفاية أبوه ظهره اتطحن في المينا، مش عايزه هو كمان يبقى زيه. نفسي أقابل رب كريم وانا مطمنه على اولادي، شايفه كل واحد فيهم متجوز ومتهني بحياته وعيالهم بيجروا حواليا في البيت. لكن تقول ايه بقى؟ مين يسمع؟ لا ان شاء الله تبقي تمام يا حاج. أدوية كتير يا دكتور. حاضر ما تكتبليش دواء شرب، ما بحبوش. ولا حقن ولا حبوب إن أمكن كمان. دي البوسة يا دكتور. حسين البنداري مبسوط منك قوي يا أكرم، والباشا أكتر. عمرو بيه، انا طبعا عارف ان مفيش اخطاء بتخرج من مكتب الباشا، بس انت متاكد ان اللي في الورق ده مظبوط؟ ماله؟ هو ايه اللي ماله؟ انا شايف في شركتين تانيين غيري في المرافق والانشاءات في مشروع البنداري. طب ودي ايه اللي فيها اكرم؟ فيها ان الاتفاق كان ان شركتي تتولى المرافق بالكامل من غير شركاء. عادي، والباشا غير الاتفاق لاعتبارات تخص سعادته. ثم يا سيدي يعني ما تدي فرصه للناس تشتغل. ايه
عاوز تكوش على بيزنس المرافق كله لوحدك ولا ايه يا اكرم؟ ان شركتي تتولى المرافق ده مش مجرد بيزنس، ده مقابل اللي انا عملته يا عمرو. ما هو اللي انت عملته برضه يا اكرم هو اسمه بيزنس. اه بس اللي انا اعرفه عن البيزنس ان البيزنس هات وخد، مش هات بس. غلط يا اكرم، البيزنس مع الباشا هات وخد بالنسبه لرغبه الباشا واعتبارات اللي ما نقدرش نتدخل فيها. بيتهيالي انا عملت اللي امر بيه الباشا، عملت اللي عليا يعني وخدت اللي يناسب رؤيته. عيب، انت اكرم البدر بجلاله قدر، مش انت اللي هتناقش في قرارات الباشا اكرم، انت مش صغير. ما بلاش اللعبة دي معايا يا عمور، ما تاكلش معايا خالص عمور. عيب، مش أكرم البدري اللي يجادل في أوامر الباشا. أمال اللي بتعمله ده اسمه إيه؟ هو إيه اللي اسمه إيه؟ اسمه إيه المقابل اللي المفروض أخده قصاد التمن اللي أنا دفعته من سمعتي وكرامتي قدام الناس كلها؟ يا إحنا الشعب المصري، الشعب العاطفي اللي بينسى. ثم يا سيدي عمر ما كان اللي بيتقال في الاعلام عن رجال الاعمال بيأثر عليه. واذا كان أثر بقى نعمل ايه؟ تبقى تتصرف يا اكرم زي ما قلت لك، انت مش صغير. صح، انا فعلا مش صغير وهتصرف. انا كنت بعافيه بقى شويه، كنت تعبانه ورحت عند الدكتور، من كتر الكلام اللي انا قعدت اقوله له قعدت اشتكي له من ولادي، من حسن ابني اسم الله عليه الكبير. ربنا يخليك اسم الله عليه، ربنا يخليك يا رب. وعندي البنت ناجي عماله ادعي لها كل يوم والتاني، ربنا يعدلها لها بنت الحلال اللي هدي السر. جوزها بقى فلاتي وبتاع نسوان ويرجع البيت وش الصبح كل يوم. بس يا ودي قليل الربايه، انت خلص خالص. ما تسكتي تعملي شويه، بقول لك يا حاجه معلش ما تخليني على جنب امي شويه. الله يكون في عونك يا اختي، ده باين عليه صايع. صايع ده ايه يا ابني صايع؟ وانا اعمل لك ايه؟ اللي تعملي لي ايه؟ انا اللي اقول على ابنك ما تقوليش. خلاص خلاص يا حاج، خلاص يا حاج، خلاص يا امينة. انا اقول زي ما انا عايز. خلاص بقى انت عماله تقولي زي الدكتور برضه، خلاص اليوم نشيل لباسين مش عارفين ننشرهم ولا ننشفهم ازاي. ما خلاص بقى. ايوه جتك ايه يا حسن؟ ايه وقت جرايه ايه؟ مش الدكتور بتاعي ولازم اقول له على كل اللي واجعني في جسمي؟ يا ستي ده دكتور صدره بتاع كحه مش دكتور نفساني، بترخم عليه ايه؟ ادي انت قلت صدره، انا كان في كلمتين محشورين في صدري قلتهم له. جرى ايه يعني؟ سلامه صدرك يا امين. الله يسلم حبيبي يا حسن. انت وناديا نمن عينيا الاثنين، ساعات كده اقعد مع نفسي وافتكر ناديا وعيالها عمالين يجروا ويتنططوا حواليا. أمي هتتعمل لنا الفطار، أقول لهم حاضر طبعا غصب عني وعن عين أمي. أقوم ألاقي خالك جمعة واقف في المطبخ عمال يقلي الطعمية. فاكر الطعمية السخنة بتاعت خالك؟ طعمية أنا مش فاكر خالي نفسه. وأبوك قاعد بقى في البلكونة كده وشه زي البدر المنور، عمال يقرا قرآن ويخدم، يقرا ويخدم. ونادية بقى، نادية كانت فين هنا؟ ما ندعي لها ربنا يوفقها في ابن الحلال يا رب. يا ابن حلال يا امينه، انت مش لسه متجوزاها ودول ولادك كانوا قاعدين بيتنططوا عليكي بيقولوا لك يا تيتا يا تيتا؟ يوه صحيح، يخيبني نسيت يا حسن. ناديه بقى قاعده في الصال بتذاكر للواد الكبير حسن، وعمال يناكف فيها وينقرها زي ما كنت بتناكف فيها وانت صغير بالظبط. انا ده انا غلبان، هو انت جبت غل حسن؟ خسيس يا مالا يا ناس يا حبيبه امك. الناس قاعدين، الناس قاعدين يبصوا علينا. طب يا حسن خلاص. وانا بقى انت فين؟ انا في الحلم ده. انت بقى حبيب امك باشا نازل كده واخد البت ورد في ايدها انكاشيه. واخدها ايه؟ انكاشيه. انكاشيه ماشي. ونازلين بقى تشتروا حاجات. كان القرش في ايدك ايه؟ وقرشك مش ليك ورزقك واسع. حلو. صح حلو حلو ده. وانا قاعده بقى بالبت امينه عماله العبها مع العيال وخايفه عليها تقع ولا حاجه. امينه مين؟ امينه بنتي، انا سميتها امينه. ها؟ مع البت ورد كانت مصممه تسميها صفيه زي امها. انت بقى صممت قلت لها ابدا لازم اسميها امينه على اسم امي. صح صح عندك حق، بس بقول لك ايه، خلي بقى بالك الواد حسن ابن ناديه لو جه جنب البنت امينه خدها صوته ولا حاجه عليا الحرام لا افرم ناديه وجوزها البيت كله. انا بقول لك اهو. اسم الله عليك راجل يا اخويا، راجل طول عمرك ربنا يخليكوا ليا وما تحرم منكوا ابدا يا رب. خليك لينا، يلا بقى عشان احنا نازلين. يلا خويا. انا صايع. انا اعرف يا اخويا اللي اقول لك انا صايع. صايع ده ايه؟ ده صايع ده ابنك. روحي شوفي مع رب تشوش ولا ايه؟
افرح لما اشوفك.